كنا بالأمس نتكلم عن انتقاصات، نتكلم عن أنظمة الحوافز، نتكلم عن إلغاء إخواننا المتقاعدين من العلاج في مستشفى الشركة، كذلك إلغاء الدرجات الشخصية، إلغاء بدل طبيعة العمل، إلغاء تذاكر السفر، إلغاء التأمين على الحياة والحوادث، كذلك اللي هو أسوأ شيء اللي لا يمكن عامل بقطاع النفطي يقبل السماح أو المساس بهذا الشيء، اللي هو الزيادة سنوية للعاملين بالقطاع النفطي، كذلك ميزة السيارات وغيرها، شواهد كثيرة. تدرون ليش تجرأوا على الموضوع هذا؟ تدرون ليش تجرأوا على امتيازاتنا؟ سبب واحد بس، إن بال 2014 أو 2015 سمى السكوت على موضوع الانتقاص المشاركة بالنجاح، وتم التسويق له بطريقة تقبل الموظف قبل أي حد ثاني، بأن إن هذا ما في اتفاقية وإن ما في لائحة تنص عليه. بالنسبة لنا أي شيء يصرف لنا يعتبر امتياز، ونوثقه بأفعالنا إذا مو موفق المحاضر.